هذه المباراة الثانية في الشامبيونة بدات نتيجة إيجابية تاع البوج. المباراة شفتوها كانت شوية صعيبة علينا مع تكلات على الخدمة وتاع السطات الثاني كان مجينينا شوية. الحمد لله احنا المهم دينا لي بوان خدمو دوكا في المباراة تاع تشاد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما نقولوا درنا ليسونسيال، جبنا لي 3 بوان. مباراة ما كانت سهلة مع منافس عنيد وين التيران شويه غبلنا شويه. الحمد لله العاد دخلنا بيان بريمي طون ماركينا. الحمد لله رضينا بيناتي غاردينا لو سكور سي لوسونسيال ان شاء الله بربينا هذه 3 بوان كاع الجمهور تاعنا. الحمد لله كما شفتوا اليوم ربحنا اداء ونتيجه، كنا قادرين نربحوا بنتيجه اكثر من تاع 2-1، مي الحمد لله ان شاء الله احنا ريح توجور هذا ديبي سيزون ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله مع مرور الجولات ان شاء الله نزيدو نحكموا روحنا مليح، نزيدو نحكموا لافور، نزيدو نقدموا اداء خير من هذا ان شاء الله. على كل حال نحيو انصار شباب بلوزداد وكما شفنا اليوم شباب نظن راهو في بيريود مليحه الحمد لله. انا واش نقول حاجه نوجهها للانصار، ما يتقلقوش بزاف على الفريق هذا على اللاعبين هذو، وان شاء الله يكون عندهم دور كبير خصوصا الانصار باش ان شاء الله نديو شامبيونه هذا العام.